أهلا بكم أعزائي المشاهدين، عام سعيد على الجميع، وإن شاء الله سنة جديدة مليئة بالخير والسلام إن شاء الله على كل دولنا العربية. النهاردة إن شاء الله هنناقش شاحن هاتف خاص بالسيارة يحول من ال 12 فولت لل 5 فولت وبأمبير قوي. كلنا جربنا نشتري شواحن السيارة تكون مشكلتها السخونة او الشحن بطيء او مش بتشحن من الاساس، ودي تجربه شخصيه، الا بعض الانواع اللي بتكون غاليه جدا. فالنهارده ان شاء الله هنشوف دايره بسيطه وكفاءتها عاليه جدا لشحن الهاتف من خلال بطاريه السياره. تابعونا بعد الفاصل. دايره النهارده ان شاء الله دايره قويه بتخرج 5 فولت 3 امبير وبكفاءة عالية، يعني مفيش أي فاقد طاقة لأن الكهرباء بتكون من خلال بطارية السيارة، وطبعا لازم تكون دايرتنا موفرة للطاقة عشان ما تستهلكش بطارية السيارة حتى لو السيارة متوقفة ومفيش شحن من الدينامو. فدايما لما بنقول كفاءة عالية لازم نختار أيسيهات تعمل بيه البي دبليو ام، مش منظمات جهد خطية. يعني ممكن حد يقول لي ليه ما نشحنش من خلال اي سي منظم الجهد 7805 مباشرة؟ اولا درجة حرارة الاي سي بتعلى جدا فوق ال 500 ملي امبير، وكمان ما بيخرجش الواحد امبير، ممكن يخرج واحد امبير لبضع ثواني فقط، ولكن مع السخونة بينخفض التيار مباشرة. لذلك اللينير ريجوليتور ما بتنفعش في التيارات العالية، ممكن استخدمها في ال 100 ملي امبير حتى ال 400 او ال 500 ملي امبير مفيش مشكلة، ولكن لما نتكلم عن الكفاءة وبنشحن من خلال بطاريات فلازم نستخدم دوائر الباك كونفرتر، وبنستخدم النهارده اي سي ال ام 2596 5 فولت. وهنشوف يعني ايه 5 فولت، لان في منه ادجستبل تقدر تتحكم فيه الجهد اللي خارج وتصمم منه باور سبلاي، ولكن احنا محتاجين ال 5 فولت، فعشان تكون الدايره اسهل هنجيب ال ام 2596 5 فولت. زي ما حضراتكم شايفين في 5 مكتوبه هنا بجانب رقم الاي سي. تعالوا مع بعض نشوف الاطراف. طبعا انا معدل البنات بتاعت الاي سي عشان تناسب اللحام المباشر، زي ما حضراتكم عارفين اللحام المباشر بيكون اوضح في الشرح، فانا معدل شكل البنات بالشكل ده وهنشرح ليه. 5 اطراف، الطرف الاول هو الفي ان او جهد الدخل، الطرف رقم 2 الفي اوت بيتوصل بملف، بن رقم 3 ارضي، البن رقم 4 فيدباك بيتوصل مع الاوتبوت ليه عمل فيدباك للاي سي لتظبيط وتنظيم الجهد. الطرف رقم 5 هو طرف سويتش اوف واون او ايقاف عمل الاي سي وتشغيله عند توصيله بشكل مباشر مع الارضي، وهو هو الطرف رقم 3 بيكون في حاله اون. طبعا احنا عايزين الاي سي يكون في حاله اون فموصلينه مع الطرف رقم 3 اللي هتوصل بالارضي. اذا كده عرفنا الاطراف وعرفنا ليه احنا مغيرين البنات بالشكل ده عشان يناسب التوصيلات في اللحام المباشر والشرح. تعالوا نشوف مع بعض الدايره ونشرح بتشتغل ازاي. زي ما حضراتكم شايفين ده مخطط الدايره الاي سي ال ام 2596 شرطه 05 او 5، معنى كده ان هو بيخرج 5 فولت مش ادجستبل. ممكن استخدمه ادجستبل من خلال مقاومه مع الفيدباك لتغيير جهد الفيدباك، ولكن هيكون 5 فولت او اعلى، مش هيقل الجهد عن 5 فولت. طيب الاي سي الطرف الاول هو الفي ان، وبيكون مع طرفين الموجب والسالب، طبعا هنا الموجب بيكون في مكثف لتنعيم الجهد اللي داخل 220 مايكرو فاراد 50 فولت. الطرف رقم 2 قلنا هو الاوتبوت بتوصل بملف، الطرف رقم 3 ارضي مع طرف السويتش او الاوف اون الخمسة، وبيكون موصل بالارضي في حالة تشغيل الاي سي والفصل في حالة إيقاف عمل الأي سي، فإحنا بنوصله وبيكون اللحام ثابت. الطرف رقم 4 بيكون فيدباك موصل مع الأوت، وشوتكي دايود بيتوصل من طرف رقم 2 للطرف الأرضي، ومكثف مع الأوت بوت 220 مايكرو فاراد 50 فولت. المكثف على حسب الجهد المصدر اللي أنت بتشتغل عليه، يعني أنا هنا كاتب 50 فولت لو مستخدم مصدر 30 فولت، ولكن لو استخدمت مصدر 12 فولت مفيش حاجة لل 50 فولت، ممكن تستخدم مكثف 25 فولت فقط، فده على حسب الجهد التغذية. شوتكي دايود هتوصل من الطرف رقم 2 مع الأرضي، وأنا هستخدم واي 339، ده شوتكي دايود 3 أمبير. الجهد اللي خارج هيكون 5 فولت، وماكسيمم كارنت بيكون 3 أمبير أو أقل على حسب طبعا تيار الحمل. طيب بيعمل ازاي الاي سي؟ زي ما قلنا الاي سي بياخد تغذيه
موجبة من الطرف رقم 1 وسالبة من الطرف رقم 3، دول طرفين الباور، والطرف رقم 2 هو الاوت بوت. وبالتالي الاي سي في موسفت الداخلي بيوصل الرقم 1 مع رقم 2 بشكل نبضات، وبالتالي بيخرج الجهد اللي داخل ده بيخرج على شكل نبضات، بيخرج على الملف، والملف بيعمل في التيار المتقطع كمقاومة بتعيق التغير في التيار، وبيستشعر الاي سي الجهد اللي خارج من خلال طرف الفيدباك الطرف رقم 4، وبيعمل على خفض عرض الموجة على حسب الجهد اللي خارج في الاوتبوت بعد الملف. اذا عند استشعار الاي سي ان الجهد هنا 5 فولت مظبوط هيتوقف او يقل عرض الموجة. طبعا عند فصل المسفت الشحنة اللي موجودة على الملف بتعكس القطبية، بيكون هنا الموجة وهنا السالب، وبالتالي الموجة السالبة بتمر من خلال الشوت دايود للأرضي. إذا فكرة عمل الدايرة هو الملف بيعمل كمقاومة في التيار المتقطع أو التيار المتردد، والشوت دايود زي ما قلنا لتفريغ الشحنة السالبة. تعالوا مع بعض نجمع ونشوف المكونات. زي ما قلنا هنستخدم شوت دايود واي 339 وملف على قلب فيرايت بالشكل ده، قيمته في حدود ال 100 مايكرو هنري، واثنين مكثف 330 مايكرو 25 فولت. احنا طبعا هنستخدمه على بطاريه السياره 12 فولت، فمفيش حاجه ليه 50 فولت. عايزين نتكلم شويه في موضوع الملف، وده بيتسبب في عدم نجاح الدايره مع بعض الاصدقاء، لان اي ملف له قيمه وقدره بالظبط زي المقاومة. المقاومة ممكن تكون 100 اوم ربع واط، وممكن تكون 100 اوم 10 واط، وبالتالي قدرة الملف اللي انت بتستخدمه بيأثر جدا على التيار اللي خارج من الدايرة. ممكن استخدم ملف زي ده 100 مايكرو ولكن قدرته منخفضة، ممكن استخدم ملف تاني في حدود ال 100 مايكرو ولكن قدرته اعلى، ممكن استخدم ملف تاني والسلك اكثر سمكا والملف الفرايد اكبر. اذا كل ما استخدم ملف بقدره اكبر هيخرج معايا الاي سي 3 امبير اللي مكتوبه في الداتا شيت. في ناس بتقول لي عملنا الدايره دي بستيب داون كونفرتر ومش مخرجه 3 امبير بتاعت الاي سي، ده لانك مستخدم ملف بقدره منخفضه، وبالتالي حتى لو قيمته 100 مايكرو هنري ولكن مش هيخرج معاك 3 امبير. تعالوا نجرب مع بعض، هنستخدم الملف ده والملف ده ونشوف الفرق. اول حاجه هنوصلها هي الدايود مع الطرف رقم 3 والطرف رقم 2. طبعا العلامة السيلفر هتكون مع الطرف رقم 2، او كاسود الكاسود هيكون مع الطرف رقم 2، والانود مع الطرف رقم 3. طبعا ده عشان يمرر الموجة السالبة من الطرف رقم 2 للطرف رقم 3 وهو موصل بالارض. كده وصلنا الدايود، هنوصل مع الطرف 4 اوت بوت الملف، ومع الطرف رقم 2 اوت بوت ال PWM. كده وصلنا الملف من رقم 2 ورقم 4 الفيدباك. اذا الاوت بوت بيكون مع الطرف الثاني من الملف ورقم 4. طيب هنوصل مكثفين، مكثف مع الانبوت ومكثف مع الاوت بوت. مكثف مع الاوت بوت الموجب والطرف الثاني مع الطرف الارضي وهو انود الشوت دايود. كده وصلنا ده مكثف الاوت بوت الموجب والسالب، وهنوصل مكثف تاني مع الانبوت، وصلنا سالب الاتنين مكثف مع بعض وهنوصل الموجب. دايرة باك كونفرتر بسيطة جدا. كده خلصنا الدايرة، تعالوا مع بعض نوصل الأطراف الباور. وهنا الموجب، تعالوا نشوف مع بعض الأوت بوت. هنوصل السالب والموجب ونوصل باور 4.9. طيب الجهد يعتبر هو مظبوط، الاي سي على الجهد ده في حدود من 4.9 ل 5 فولت. تعالوا نجرب احمال ونشوف قدره الاي سي. اللمبه بتسحب في حدود ال 300 ملي امبير، زي ما حضراتكم شايفين الجهد انخفض وفي زنه في الاي سي.
إذن الاي سي مش مخرج التيار المطلوب، 300 ملي امبير الجهد، الحمل 300 ملي امبير الجهد بينهار. طيب إذن فشل الدايرة بيكون دايما بسبب اختيار ملف خاطئ. تعالوا مع بعض نشوف ملف بقدرة اعلى. شلنا الملف ده وهنستخدم ملف بقدرة اعلى ونشوف اداء الدايرة. طبعا تجميع الدايرة دي على بوردة بي سي بي بيكون الموضوع اسهل بكتير من اللحام المباشر، ولكن انا بضطر للحام المباشر. التوصيلات تكون واضحة زي ما عملنا استفتاء قبل كده على القناة، واغلب الناس اختارت اللحام المباشر زي ما شايفين حضراتكم كده. كده وصلنا ملف بقدرة اكبر. طيب مع بعض نوصل ونشوف. 4.9. طيب هنوصل حمل بيسحب 300 ملي امبير. الحمل اشتغل والجهد تقريبا ثابت 4.9. طيب نشوف حمل بيسحب تيار اعلى. اللمبة دي بتسحب على الخمسة فولت في حدود 1.2 امبير. تعال نشوف مع بعض حمل اكبر. اشتغلت اللمبة والجهد تقريبا ثابت 4.9 تقريبا. اذا اختيار الملف المناسب هو سبب نجاح الدايرة. والاي سي مفيش اي سخونة، ولكن طبعا يفضل عند التشغيل لمده طويله انك توصل هيت سينك مناسبه مع الاي سي، ولكن انا شغلت دلوقتي سحبت 1.2 امبير والجهد ما انخفضش. طيب تعالوا نتاكد من الامبير. هنا الجهد وهنا التيار بالشكل ده، والطرف الثاني من الحمل مع المالتيميتر، ونوصل السالب زي ما حضراتكم شايفين 1.11، والجهد ثابت عند 4.88 او 4.9 فولت. تمام. اذا دايرتنا قدرتها عالية وكفاءة ممتازة في توفير طاقة البطارية، لان طبعا زي ما قلنا البوست كونفرت ما بيستهلكش فرق الجهد على صورة حرارة زي اللينير فولتج ريجوليتور. اتمنى يكون الفيديو النهارده نال اعجابكم. ما تنسوش طبعا دعمنا بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وعام سعيد على الجميع ان شاء الله. سلام.